أما هلأ مشاهدينا رح ننتقل لفقرتنا الفنية، خلينا نقول لأنه فقرتنا الثانية صح. رح ننتقل معكم لنشوف نحكي عن صناعة الصدف، هذا التراث المشهور والمعروف من آلاف السنين وبرع الفنانين اليوم بصناعته وبطريقة أذهلت العالم كله وخليته أكثر اهتمام بهي الصناعة، حيث قد زاد حرصهم عليها وخافوا عليها من أنه تنقرض. معقولة تنقرض نيرمين؟ لا أكيد، هي تضل من المهن التراثية عفاف يلي يعني بنحاول نحافظ عليها، ودائما يعني لما نروح على البيوت الشامية القديمة بنشوف هاي القطع الحلوة. ما في هذا التراث صحيح، ويمكن بكل بيوت خصوصا بالبيوت يعني جداتنا واجدادنا دائما بنشوف هاي القطع المميزة اللي بخافوا عليها دائما بعملوها بطريقة معينة. لنحكي أكثر عن صناعة الصدف، أكيد بيسعدنا نرحب بشيخ كار صناعة الصدف السيد محمد الكجك وابنه سمير الكجك، أصغر شيخ كار لصناعة الصدف. رمضان كريم واهلا وسهلا فيكم. رمضان كريم علينا وعليكم، يسعد صباحكم. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. خلينا بالبدايه استاذ بدنا نحكي عن صناعه الصدف، عن مجالها وشو بتتدخل فيها صناعات ثانيه. هلا صناعه الصدف هي من الخشب الجوز الطبيعي طبعا السوري البلدي، شغل البلد، شغل برا بالخشب الامريكي بكسر عنا كله طبيعي. الخشب تبعنا اخذ العوامل كلياتها، يعني اخذ الصيف الشتاء البرد، عرفتي كيف؟ نحن بنجيب السجار اللي مثلا بده يكون عمرها مثلا شي 20 30 سنه، تكون السجار وقت يقطعوها بنقطعها الشيء اللي بدنا اياه، بساوي لقطات، بدها شيء 7 سنين لتنشف خشب طبعا على المجال. كل سنه انت تشتري خشب حتى يضل عندك داير الخشب، وبتبلش بعد تنشيفه في له مواد مشان الدود والسوس، هذا طبعا بيتعالج فيه. بعدين نبلش فيه اللي بدنا اياه، يعني مثلا نطلع كرسي صندوق كذا يلزم منه ونبلش فيه. نحن نحكي عن سنوات كثير طويله، وخصوصا بالتعامل مع القطعه الاهم هي الخشب، عم نحكي نحن بحوالي 25 سنه. رح نرجع اكثر هيك يعني نحكي بالتفاصيل اكثر عن هي الصناعه، ولكن خليني اروح لعندك سمير، انت اصغر حرفي ابن شيخ الكار، فطبيعي اكيد يعني هو اول حدا تحب تعلمه هي المهنه، عرفنا اكثر عن حالك، اي صف انت، عمرك، وايما بلشت بالمهنه؟ اسمي سمير الكجوف، عمري 18 سنه، بكالوريا، تعلمت هالمصلحه بدرس. اي متى بلشت بهي المهنه؟ يعني تقريبا من شيء 3 سنين 4 سنين تقريبا صرت اتعلم، فوت لابي على الورشه عند ابي ما يخليني اتعلم، تعلمت شوي شوي، تعلمت ورجيته قطع الحمد لله. طيب خلينا هيك شوي نستعرض بعض القطع اللي موجوده، يعني احنا شايفين في قطع كثير كبيره هي بتكون ضمن الديكور، وفي قطع هيك حلوه نحن ممكن نستخدمها مثل هدايا يعني طبعا. هي مبخره تمام، سوينا شغلات كثيره حديثه، نحن صرنا ندخل كذا حرفه مع بعض. كانه شايفتك محضر شغلات تعملها هلا كثير، مش هي كلها شغلات رمضانيه اللي احنا بنشتغلها كل خلينا سنه. خلينا نشوفها هيك على الهواء. هلا هي مبخره، هي مبخره شو؟ وهي كمان مبخره. تمام، هي كمان مبخره، تحطي البخور هون. فينا نرفع فضل شوي على الكاميرا. هذا الورق بيتدخل بالصناعه، خلينا طبعاً نشوفه. هلا نحن وقت نبلش بالقطعه، نحن وقت نبلش بالقطعه اجباري، تفضلي، نحن وقت نبلش بالقطعه اجباري بدنا نرسم على الورق الزبده، هو الكلق هذا اللي احنا بنسميه، بنطلع الرسم. مثلا نرفع على الكاميرا شوي لنفرجي، لا الكاميرا اللي مقابلك. تمام، نشتغل هي الرسمه اللي بدنا اياها مثلا نقلبها. الرسمه اللي بدنا اياها اللي موجوده اللي بفكرك انت مثلا لكرسي لقطعه، بنرسم ربع القطعه، ربع القطعه، بعدين بنصور وبنلزق على القطعه وبنشتغل طبعا. هون فيك تمحي وتركزي اللي بدك اياه طبعا بالقلم الرصاص. بالقلم الرصاص هي بعد منه بنخلص بنبلش بيجي هذا القصدير. هذا خيوط القصدير طبعا، كل ازميل هذا كل ازميل عندنا هون. اذا بتحب هيك اكثر نرفعهم شوي من الكاميرا اللي قدامك ليبينوا. تمام، هي الأدوة. هذا كل ازميل في له شيء. هلا هذا مثلا الدغري، هذا الضفر، هذا الكعب، كل شيء له شيء، يعني كل شيء لدقه، يعني هلا الرسمات اللي قدام منكم كل شيء له شيء. هلا سمير بيشرح لكم عليها لانه هو كمان شغلته بالحفر اكثر كمان. نشوف هي كمان. هلا هدول نحن صار في عندنا
بالموضوع. نحن بالاساس بلاد الشام في عندنا موجود الصدف الديري، هو تبع نهر الفرات اللي هذا هو. هلا نحن صار في عندنا تطور، صرنا القطع ننزل فيها اخضر، صدف طبيعي اخضر، صدف اسود طبيعي. احنا هون هي قلبه بيجي اخضر طبيعي طبيعي سبحان الله. ايه هيك بيجي. وكمان الصدف الابيض، هذا الصدف الابيض هو الاساسي. طبعا هون احنا عم نحكي كله صدف طبيعي، كله صدف طبيعي، هذا ما في شيء صناعي. هلا كل شيء هون مشغول ما في صناعي. دخلنا عليه احنا كمان ضفنا الخشب الورد. هلا هون بالصندوق نازل صدف ابيض وخشب ورد. خلينا نحكي عن مراحل التصنيع كيف تمت. سمير خبرنا اكثر عن هي. قلنا ابوك انه نسالك انت شلون بعمليه النحت. يجي عنا الرسم اول شيء، بعدين بيجي عنا ازميل من دقه، بيجي عنا تطعيم الازدي، وبعدين نحفره وبننزل عليها الصدف. قد ايه بتاخذ معك وقت يعني تقريبا؟ حسب القطعه. طيب اطول وقت، اكثر قطعه اخذت معك اطول اشتغلته قد ايه ضليت؟ احكي لهم عن هي القطعه اللي اشتغلتها انت. هي المبخره؟ لا مو المبخره، هي اه لا تمام. هي شغله كلياتها، شغله هي من الف. هي اشتغلتها، كنت عم اشتغل هي اول قطعه تقريبا طلعتها. قد ايه ضليت؟ ضليت تقريبا شي جمعه. طيب خلينا نحكي اكثر عن القطع الكبيره اللي هي للطاولات اللي عم تستخدم يمكن ضمن ديكور. قديش عم تلاقي اليوم في راغبين بعد لهي القطع؟ والله في راغبين بس كله لبرا، كله لبرا للخليج، كله دول الخليج. يعني هلا الكويت صار لنا سنتين عم نشتغل للكويت، كثير مشاريع كبيره وهلا الحمد لله فتحت الامور الشغل للسعوديه، عندنا شغل كمان للسعوديه. في طلب قطع كبيره برا، في عندهم القاعات شياتهم، في عندهم شيء كبير يعني 9 مجالسنا، لانه قطعنا كلها كبيره. اليوم الكرسي، كرسي او الديوان اليوم بده قرنه كبيره، نحن عندنا يعني الغرف صغيره، ما في عندنا انه غرف كبيره، عندهم في مساحات كبيره بيحبوا هذا الشيء، يعني هن بيتقيدوا بالتراث تبعنا. طيب احكي لنا هيك عن اكبر قطعه او اكثر قطعه مميزه اشتغلتها او عم تشتغلها حاليا. اشتغلت قطعه مميزه، هلا في عندي قطعه مميزه هلا بحكي لك عنها. اشتغلت قطعه مميزه هذيك السنه سميتها الكره الدمشقيه. سويت قطعه كره، سويت فيها هلا من كم يوم طلع لي الاستاذ لؤي، طلعت براءه اختراع وحمايه ملكيه وحمايه فكريه، انه بحيث ما حدا يقلدها. حاطت منها من الذهب طول الكره شيء متر تقريبا و10 ارتفاعها، مشغوله من الفاطمي والايوبي والعربي والمعشق، جميع المصالح جمعهم فيها لهي، جميع الحرف جمعهم فيها. تقريبا اخذت شيء سنه واربعة اشهر، حاطط فيها فضه وحاطط فيها ذهب وكلها طبيعيه. وخشب الجوز. قطعه نفيسه بنسميها قطعه نفيسه، من جد قطعه نفيسه ما انشغل مثلها لهلا. طبعا قد ايه حقها اليوم؟ يعني ما في لها ثمن، شو بدي اقدر لك اياها؟ ما لها ثمن، يعني القطعه هي التحفه هي مو انا بقدرها، الناس هي اللي بتقدر انه على الشغل هذا اللي بده يشوفوه، يعني الشغل انت ما تشوفيه المشغول فيها بتقولي فعلا شيء روعه. خلينا نحكي بالنسبه للاسعار، اكيد الاسعار صارت كثير غاليه ومو كل العالم بتقدر تقتني الصدف او هيك مقتنيات عندها، لانه السعر بيكون غالي او ولا هو غالي من الاساس ولا بتغلى اسعاره مع مرور الوقت؟ هلا هو غالي من الاساس وبتغلى اسعاره مع مرور الوقت، هو كل ما القطعه قدمت كل ما تاخذي صارت اغلى. اغلى طبعا. هلا مثل مثلا اليوم نفترض انه طعم كنبات عندنا موجود، طعم عادي طعم عادي تبع بيت كنبات لف، بعد 3-4 سنين انت بتقيمي بتكبي ما له شغل. نحن عندنا الطعم بعد مثلا 5-6 سنين 10 سنين 50 سنه 100 سنه صار حقه اضعاف مضاعفه، صار اثري. انا عندي قطع اثريه كثير موجوده عندي بالمحل انتيك، ما بطلع عنها طبعا. القطع الانتيك ما بطلع عنها، عندي كذا قطعه انتيكه ما بطلع عنهم موجودين. يعني في شيء اعمارهم شيء 350 سنه. وين المحل صاير؟ انا عندي بالمنطقه الصناعيه موجود وبحاضن المر المركزيه. طيب خلينا نحكي اكثر عن هي المهنه. لما نحكي عن مهن تراثيه وخصوصا بالبلاد العربيه في تشابه احيانا بيكون او يعني موجوده بعده بلدان، بالنسبه للصدف كيف الوضع؟ يعني هل ممكن احنا نلاقي في بلدان كمان ثانيه هي محترفه بهذا الموضوع او كثير بتولي اهتمام لها؟ ولا حدا احترف فيها هي المصلحه. ولا حدا سافر ومن عنا من هون من دمشق
فتحوا برا ما اشتغلت ولا حدا نجح فيها برا. هي اساسا دمشقيه، هي الروح موجوده هون دمشق، شلون بدها تطلع لبرا؟ طيب مين ما طلع اشتغل برا ما عم تزبط ولا شغله معه، مين ما كان يعني طلعوا لكذا دوله. هلا في المصاري بيقلدونا، في الهنود بيقلدونا بشغلنا، بس نحن كله حفر وتنزيل، هذا الحفر والتنزيل ما حدا بيشتغله غير اهالي دمشق اصليا. اليوم هي المهنه يعني نادره جدا، يعني مو اي حدا بيقدر يتقنها، وقليلين يمكن الاشخاص يلي بيتقنوها، ممكن انه تكون مهدده بالانقراض لا سمح الله. لا سمح الله. كيف نحن ممكن اليوم نقدر نحافظ على هي المهنه ونضل موجوده؟ هلا نحن بنحافظ على المهنه عم نساوي نحن دورات، هلا بلشنا دورات تعليم اجيال، بس طبعا الجيل بدك تعلميه، انت الطفل اللي بدك تعلميه بده يكون برغبته، هي مو انت جابرتي انه يشتغل فيها هالمصلحه. يعني متى ما تعلمت هي الاجيال، هي ساوينا دوره مثلا خرجنا منها 15 واحد، انا بنقي مثلا منهم من 2 المعلمين الشاطرين ضمهم لفريقي، بيقوى الفريق شوي شوي، بتلاقي صار عندك انت مثلا 20 30 حرفي من دون لا تعرف. كيف تعرف انه الطفل هو بيحب هاي المهنه؟ يعني شو بتكون عنده اول موهبه، التصنيع ولا الرسم؟ بده يكون عنده رسم، ابداع هو الرسم. هلا سمير اول ما بلش كمان هيك يرسم، صار يرسم يعمل يطلع بلوزه شيء ما عليه شيء كذا، مره على مره صار يطلع ما احلاها منه، صار هو هي القطعه اللي ارجدناكم اياها، ارجيناها للمشاهدين، هي شغله كلياتها رسمه وتصميمه وحفره وتصديفه وكل شيء. طب خلينا هيك نحكي مع سمير، كنا عم نحكي احنا عن تعليم هي الحرفه اكثر. سمير شو يعني شو المواصفات اللي لازم تكون عند الشخص ليقدر يتعلم هي المهنه؟ وحكي لنا شو اهم النصائح اللي اعطاك اياها والدك؟ يعني هي لازم يكون عندنا الرسم اكثر شيء، الرسم اذا لازم تاخذ ايده الواحد على الرسم، بعدين فوت فيها شوي 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 شوي، بتطور الواحد. بدها بال طويل؟ بدها بال طويل اجباري. شو بتنصح اليوم الاشخاص اللي بدهم يبلشوا بعمر صغير؟ يعني اول شيء شو لازم يكون يشتغلوا على حالهم؟ كيف لازم يتصرفوا؟ والله انت كيف بلشت؟ انا بلشت شوي شوي الرسم. انت كنت تحب الرسم ولا حدا اجى؟ لا انا احب الرسم. في كثير شغلات، لانه عندنا نحن في واحد يصدف مثلا، واحد يحفر، واحد ينقش. انا اكثر شيء حبيت الرسم والحفر. طيب يلي بده يتعلم هاي المهنه في مراحل بمر فيها، يعني طبعاً. خلينا نحكي شو هي المراحل. يعني المراحل، اول شيء بده يتعلم على الرسم. ما بده يتعلم على الرسم، بده يتعلم على شكل القصدير. ما بده يعني ما انت هون خياري ولا لا؟ لازم لا يتعلم. هو لازم يتعلم. بس اللي ما بده مثلا مو بهوايته الرسم، بده يتعلم على المصلحه، بده يبلش اول شيء شق القصدير. هو اول شيء نحن بننقش القطعه اللي شايفتيها قدام منك، بعدين هو بيجي بيعبي قصدير، بتعلم بعدين منه بيتعلم الحفر، بعدين منه على التصديق، بعدين منه على التشطيب، بعدين منه بصير بركب عظم، بعدين منه بصير بناء قطعه كامله. طب هون بنحكي نحن عن فروق فرديه، يعني اكيد كل شخص بيتعلم بفتره زمنيه مختلفه عن الاخر، بس يعني كمده زمنيه انت ليجيك حدا هيك خام ما انه متعلم ابدا ولا شغل بهي المهنه، قديش بده وقت لحتى يقدر هو يطلع قطعه؟ يعني وقت زمني تقريبا بده تقريبا شيء سنس حتى يطلع قطعه. طبعا حتى يطلع قطعه اليوم، لانه كله فن هاد. اذا الطفل او اللي بده يتعلم ما عنده هوايه من جوا داخليته ما بيتعلم. اللي احنا انجزنا سوينا شغلات كثير غريبه. هذا الشيء اللي احنا بيعود لروحنا، اللي احنا هذه المصلحه حابين نقدمها، حابين نطورها، حابين نخلي ابائنا واجدادنا يعني ذكرى موجوده فينا. يعني انا بشكر كل مين بيشتغل فيها المصلحه، وكل مين يعني شيخ كار فيها المصلحه، انا بعتبرهم كلهم الشيوخ كار فيها المصلحه، لانه هي المصلحه فعلا فن وابداع، مو لانه انا بشتغل فيها، هي الروح فن وابداع. ما شاء الله عنك، يعني لساته الشغف موجود بتصنيع هيك تحف فنيه خلينا نقول، وان شاء الله على طول يا رب يضل الشغف موجود، هو اهم شيء لحتى للاستمراريه لحتى الواحد يستمر. خلينا نشوف هي القطعه، شكلها جديده مبين من لونها، شو مصنوعه؟ هي خشب جوز شنطه هي، بس لسه ما فتحناها. لسه مو شاقينا، هلا اليوم الفطر الصبح بكير وجبناها معنا. هي شنطه بنكتب الاسم عليه. هي شنطه لبنت رفيقي عاملها، الاسم اصاله بالاجنبي. لسه لسه في لها شقه، بتنشق بصير بتنفتح
وفي البرداغ من شان برداغهم على الاسنس اللي هم نجدها من جوا بروكر تحمل الصبيه. هي بالنسبه للقطع الجديده هي اللي بتشتغلين على القطع القديمه كيف بتبين؟ يعني بتبين لونها اغمى بتكون كيف؟ لا القطع نوع الخشب يمكن مو من القطعه القديمه الانتيك قصدك؟ القطعه القديمه الانتيك سبحان الله انت بس شغل المصلحه لحالك بتعرفي شو هي القطعه القديمه او القطعه الجديده. ما في اي حدا يميز بيناتهم، لازم يكون خبير فيهم. لا مو ضروري، مو ضروري يكون واحد خبير، المعلم فيهم بيعرف كل شيء. هي طبعا الاخشاب في منهم بيجيبوا خبراء من برا مشان يعرفوا قديش اعمارها. هلا انا عندي مثلا في عندي صندوق شيء 370 سنه موجود انتيك حاطه بالحاضنه، هذا مو للبيع نهائيا. اي قطعه انتيكه تحفه مو موجوده يعني بالعالم، يعني عندنا قطع موجوده نحن مو موجوده بمتاحف العالم كلها. هلا نحن اللي بيجوا من برا الزوار اللي كانوا قبل الاحداث هي شو يدوروا؟ ما يفوتوا يدوروا على القطعه اللي عندنا نحن موجوده، يدوروا على القطعه اللي مستعمله اللي اكله غبره اللي اكله عت حتى ياخذوها. اكيد بدنا نتشكر وجودك معنا وبدنا نضل هيك نشجع الاطفال والاشخاص على تقنيه هيك حرفه فنيه عن جد، يعني شيء كثير حلو. وين ما رحنا مثل ما انت نرمينا بنشوف قطعه اثريه هيك قديمه، وهي بتعد اغلى قطعه بالبيت او بالمكان يلي موجودين فيه. شكرا كثير لحضوركم، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. شكرا دائما لوجودكم معنا، نورتوا صباحنا. دائما نقول ايدين الحرف السوري بتلف بالذهب، وان شاء الله هيك بمزيد من التالق. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. اما هلا عفاف نحن مكفيين بباقي فقرات.